ضربة ركنية بتلعب الركنية من كونسيساو وادي رأسية فيصل مسرحي ومحاولة من تاني والتاني للباطن لكن التاني للباطن جورجي سيلفا يسجل التاني للباطن قلت لك من أول المباراة فيها مفاجأة وجورجي سيلفا يسجل الهدف التاني 3-2 ادي الكورة وادي الأولى فيصل صدها شوف بقى هنا واقفين بيعملوا ايه دفاع القادسية بيقولوا لجورجي سيلفا سجل جول بيقولوا لسيلفا جيب جول سيلفا قال لهم والله ما هردوكوا اهو الهدف الثاني شوف الرأسية من شتين وشوف جورجي سيلفا دفاع القادسية بيعمل ايه دفاع القادسية يسهل